كل ما بيجيني ميت بطل اصرفه. ليه بس؟ مش عيان. عيان؟ خلاص دور على غيره. غيره مفيش حد غيره. ازاي بقى مين اللي كان بيشتغل عنده قبل كده؟ كان في شاب ظريف كده بتاع حوالي 30 سنه اشتغل مع مراته وابويا. ابويا حلو على المعاش. طب ما يمكن لسه عايش، نروح نجيبه. ماشي ازاي يا حبيبتي؟ دلوقتي حوالي 160، يعني مجموع سن يوصله طب. يا دياب اديني بس العنوان او تعالى سوا نروح. لا روح فين؟ روح انت حبيبتي، الشغلانه دي يعني معروف. ليه وراك ايه؟ عندي امتحان بكره وكيله لازم نتراقب. يا لا لا لا
اخر اليوم ايه تقل ده كله مستحمل ده سراجل اوعى كحكوه مات يا نهار اسود مات وهو بي 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 بي
حياتي يا جميل. أبوك طيب. بقول لك ما نمشيش الشغلانة دي. حصر علينا بقى على طول بقى كده.